أحسن رأيك. يقول السائل: ما حكم من يقوم بالذبح عند انتهائه من بناء منزله أو عند شرائه سيارة جديدة من أجل أن تدفع العين وتكون مباركة؟ هذه من مظاهر الشرك والعياذ بالله. لا تذبح، أصل الذبح هذا أخوان يذبحون للشياطين والجن، ويظنون أنهم حتى يحفظوا من العين ومن الجن ومن العفاريت يذبحون ذبيحة على عتبة الأبواب أو على عجلة السيارات. هذا من أفعال المشركين. أريد أن يحفظك الله عز وجل عليك بالمعوذات، فقد شرع الله عز وجل لك وأنزل القرآن عظيما يتلى، اقرأ المعوذتين في الصباح في المساء دبر الصلوات حتى يحفظك الله عز وجل من جميع الشرور، من شر ما خلق. وكل شر خلقه الله، وكل شيء خلقه الله، فكل شيء بيد الله عز وجل، ناصيته بيد الله. هو الذي يحفظك من الحسد، من العين، من الجن، من العفاريت، من شياطين سوء الجن، يحفظك الله عز وجل. أما الذبائح بهذه الطريقة فما أنزل الله بسلطان، بل هي من مظاهر الشرك. الله يعافينا.